وردة عايزة تتجوز شمس. ايه؟ انت بتقولي ايه يا بنتي؟ اللي انت سامعه يا عم تحسين. انت طبعا عارف ان الكلام ده تقيل على قلبي، بس انا بعز ورد. ازاي الكلام ده؟ وانتي؟ انتي بتطلب مني كده؟ عشان كده انا كده اقول لك، عشان لما يجي يطلبها منك تعرف ان انا موافقه، واستحاله اقف قدام سعادتها. وانا مش موافق على الكلام ده. ليه بس يا عم تحسين؟ لان مفيش اصول تقول كده يا بنتي. اول ما عدتها تخلص تجري تتجوز لسبب في موت جوزها. ازاي بقى؟ هي دي الحقيقه، حتى لو كان ما يقصدش. اول ما سلم استلم قضيته والمصايب هلت على دماغنا. ازيك يا ورد؟ كويسه. ده زي ما قلت لك، بعد كتب الكتاب على طول. ها شط، يلا بينا بقى ولا يلا. بطايق لو سمحت. ايوه اتفضل حضرتك. شكرا. بطايق الشهود. يا شمس، مش عايز نشهد على جوازك ولا ايه؟ الاصول بتقول شاهد من اهل العروسه، شاهد من اهل العريس. مبروك يا عروسه، مبروك يا سلطان. اصيل برضه تعرف الاصول. الف مبروك يا جماعه. الله يبارك فيك. استاذن انا بقى. اتفضل. أعتقد إنها فرصة سعيدة نصفي اللي بيننا ونبدأ صفحة جديدة. وحد يكره يا ابني؟ ده ربنا بيحب إننا نبدأ صفحة جديدة. عم تحسين عنده حق. مفيش أحسن من الصفحات الجديدة. يا رب بس الكلام يبقى من قلبك. ناكل بقى حاجة حلوة؟ النهاردة مش محتاج أي مشاكل. طب حاسبي بقى. أنا لسه فاكر إن الفراولة بتعمل لك حساسية. أصل ورد بتحبها، وأنا بحب أي حاجة ورد ممكن تحبها. بعدين ما فرقتش من يوم.